هسا بدي احكي عن الطقس، كيف انه وشلونه لغد وبعد غد يومين، وترى الغلط مردود. ها يا جماعه يا جماعه، كيف الغلط مردود؟ وبكره نقع بيها وهاد قطبها. اسمع يا ابا، اسمع اسمع، الدغري مش ماشي معه وليش قام، مش عاجبه. تمام يا قرع، منين نبوسك؟ وبتقدروا تحكوا عن طقس الغد بين الحريقة اللي ملاه البير والجمود اللي مصريده، يعني الطقس بوجهين زي بعض الناس. عمي قصدك علي؟ يما طقس بعد غد خام خام قليل عليه، معناته بعد غد عطلة. وهي فارقة معك؟ ايه ايوة، ترى يسحك تطلعها لد علي مليح بعد غد، الجو والريح زمهرير وتشيل جيلي وحده، والسماء تتلبد غيوم، واخذوا على ندف ندف ندف. وبعدين بعدين يا جماعه، ابتش توقف ندف؟ ولا غير نهوت هوت. كان معكم ابو تصرف من برنامج جو القريه، برعايه ابو نعمان الدفيان للفروض. دفيني ولا تغديني، ترى بعد بكره عطله تحارجوا. يابا يابا، هاي بدها قرار. هي فوضى يا عمي، وقعدي يا فزي حلوان الصوبه، اشوي بيها بلوط واكلي زبيب وقطين، واني بموت على اللمه. لمه يا فزي، هذا حلم وبعد بكره بصير خير. انت دايما هيك مقصقص جناحاتي ومكسر مجاديفي، وليش ما يكون بعد بكره عطله؟ وش يا خوثه يا خوثه، القرار ما هوش لي ولا لمين؟ لابو عيده. انا هسع بدي انام، وبس تنامي اصحى تخلي الضو ماضي. انغمد، ترى كل اهل القريه هيك بقهر وقهر، وخلي الضو ماضي. تعرف يا يوسف؟ ها؟ أنا بقيت ما بديش أقول لك، بس أنت صاحبي. هذا بيقولوا بعد يومين في صقعة وبدهم يعطلونا، وأني عطلونا ولا ما عطلونا مش قايم من الفرش. إلا في صقعة وبدكيش إياهم يعطلونا؟ يعني إن عطلونا ولا ما عطلونا بدي أضل بفرشتي. واسمع، ذاكي ذاكي دارنا. إيه ماني بعرفها. بالليل بدي اعمل عندي قبة نار وحط عليها بريق هالقد، بريق نحاسي قديم عتقي، شاي ونظل نشرب بيه شاي تاني نقبل ضلوعنا. واسمع، انت ترى لازم تكون اول واحد تصاحبي. اعتبرني عندك مليح. لا مع السلامة مع السلامة. شو بي المعاملة، بدها توقيع ثانية يا جميلة؟ توقيع واحد بكفي. عمكتبك بكرة عطلة؟
بدك بكره عطله؟ انداري اللي منكو خير وبركه. حابه عطله يا جميله؟ واهل القريه متعودين يوم تنده ثلج يعطلوا، واهل قريتنا بعطلوا عروسهم. لا لا لا، راتبي ما هوش ناقص وخصم. اعمل لك كيكاو؟ لا اعملي لي قرد. روحي ما دام الدنيا بتندف ثلج، اعمل لك ميراميه. وجع شت سناش من البطن. غيبي بقبالي غيبي. الو ارصاد الجويه، يا رب شهر ندف. هلا الذيب عن طريق. بلغتهم كلياتهم؟ كلياتهم ولا خليت ولا واحد. عافيه. اما شو جايب لك خبر؟ تازه تازه، اهل القريه كلياتهم متجمعين عند البلديه وحاملين يافطات. هذول بدهم عطله. انت داري عن اهل القريه؟ كل ما نتفت بدهم عطله. العطله كلياتها خساير. عافيه والله ما انت قليل يا زغلول. بدكم تعطلوهم؟ شوف، هو في مناطق بيها ندف كثير، وفي مناطق وسط تندف، وفي مناطق محل. شو بدكم تساووا؟ القرار عندي وعند وجوه للقريه. والله يطعمنا خير هالندف. مختار ليش ما بتندفون؟ بشر بكره عطله؟ ايه بجوز اخر الدوام يا جميله. ومعتبر ادوا لك خبر، اهل القريه واقفين وحاملين قارمه مكتوب عليها بكره عطله مشان الثلجه مش مشان التنبله. اني داري بدك رايي يا جميله، اني بكره العطله، ضررها اكبر من نفعها. بس ما تنساش بالعطله القروي بيشبع نوم. مخك صغير يا جميله. يا جماعة الخير، منو بقول غد عطلة للمناطق كلياتها؟ ومنو بقول غد عطلة لمناطق ولمناطق لا؟ شوفوا يا جماعة، أنا زلمة ديمقراطي وبمارس عليكم الديمقراطية، وإحنا كلياتنا لازم نخوضها. نخوضها ولا نخوضها؟ اقطم. كمل يا مختار كمل. وشو رأيك يا طلق؟ أنا بقول نعطل كل مرافق القرية ما عدا الحظيرة، علشان الحمير راح تحتج. احتجاج. وانت يا شيحان وشو رايك؟ شوف يا مختار، اذا بدك تحيره خيره، انا بقول عطلة، ورئيس البلدية بقول ما هيش عطلة. بلديتنا شوربة، انا خليني محايد. هاي هي الديمقراطية، الكل بدي برايه. كبير من يومك يا مختار. أحضر لك يا عمي؟ أحضر لك يا عمي؟ لا بديش أكل، بدي أستنى ابني. أنا بحب أكل مع ابني عشانه بتنطق بفتح شهيتي. أنا صار لي يومين نفس مقرمزة. مقرمزة؟ مقرمزة. ما انتش مصدقتيني يا بنت ابو الشرايط؟ صادقه. وشو رايك اعمل لك قلايه بندوره بقرن فلفل؟ فلفل؟ بديش تقتليني؟ وش بدك تقتليني؟ بسيطه بس يجبني. صوم افطر على بصله. ها السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك ليش تأخرت يا خام؟ عصافير بطني بتزقزق من الصبح. يا ما كنت بالدكان، ما انت عارف دكاني. واني جعان اكثر منك. شو طبختي؟ مرتك شاطرة ومعدلة طبخة مجدرة. مجدرة؟ الا هاي قاضيتك يابا. قاضيته. وشو انت مش يلاقي غير المجدرة او العدس مشان القولون تبع ابوي؟ على قال لي طبخي وطبخي ملفوف. ملفوف؟ وك ملفوف من فوقنا نفخ. ايه طيب زهرة. زهرة بتقتلني. اسمعي يابا، دواك عندي. وشو؟ اسمعي. ها جبت فجلني، بتجيبي راسين فجل كبار وتغسليهن مليح وبتقطعي لي اياهن وبتحطيهن جنب المجدرة. فجل؟ يابا فجل. اسمع، بقول الفجل كثير مليح للقولون. اخ يا قولوني. بدك تعطل غد يا رداد وما تيجي على الكروم؟ انت بدك تعطلي بكره؟ رداد انت الكروم، بدي اسمع منك.
هي القروية ما لها كلمة والقروية تقلطت ولا أني غلطان؟ رداد ها بتحب الندف؟ أي بحبك أكثر وأنت يا عيد بتحبيني أني ولا الندف؟ بدي أسمعها منك أني ولا الندف؟ بتغار علي من الندف يا رداد؟ أي بغار عليك من أمك وأبوك، أغار عليك من نسمة الهواء. يا باي تعين يا قرويات، تعين واسمعن وتعلمن الحب. والله لو بعرف هاهي كان هاهيت. هاهي هاهي هاهيها وبحبك أكثر من ندف. هاهيها هاهيها بحبك أكثر من أمك وأبوك. هاهيها هاهيها وبحبك أكثر من الكرم. إيه الله عليك يا دنيا الكبير، كل شيء بزعله وبكسر بخاطره. يلا وهذه كلمة بسيطة بتلاقيه فرح وانبسط عليه. الله يرحمك يا زريف، الله يرحمك يا زريف، من يومك ما متي ما اكلت الزقاريب ولا استطعمت بالرشدة ولا استطعمت تمشي. الله يرحمك. الله يرحمك. شو بدنا احنا القرويين عنيدين، عنيدين، لا منرد على قرار ولا منرد على غيره. وبعدين لومك ما الواحد يصير يفكر بتلاقيه بيفكر براسه وبعقله مشان يعرف خلاصه. إلا كيف أنا بستغرب بالناس اللي من برا، كيف بيكون الثلج عندهم على البواب وبيطلعوا على شغلهم، أما عندنا لومك ما تشتب مالطة، إحنا منرفع الشماسة هون ومن دون نتوعي واحد. ويا المدلل يا قلوب اسحانوهات، يا المدلل يا قلوب اسحانوهات، خطيت العزبان بقلوب البنات، خطيت العزبان بقلوب البنات. زريفة أني سريف. يابا مشاني قريت العش، قول لي غد عطلة. بس يا بنت خلي ابوك يشرب الشاي ويدفي قلبه. وي منيت كله نتر بنتر، مشاني قريت العش. ورداد وينه؟ ماني شايفه. رداد اتعشى ونام، ما هو ما بيش صوبة. لو ايش الصوبة؟ كل واحد صوبته على اكتافه. يابا قل لي غد عطلة؟ قالوا لي القرار بيدي. ها وشو قررت؟ اهل القرية بدهم عطلوا بقرار او من غير قرار، كل ثلجة بساوه هيك. حاب يكون بكرة عطلة عدكان تبو عيدي بس. يابا ما رديت علي غد عطلة؟ هو تسكتي قطعك. شفتوا بفرق صوت واحد، هاي هي الديمقراطية، هاي هي مليحة مليحة. وبتسأليني هو أنا شو مدريني؟ يابا يابا وشو بتفرق معك انت يعني اذا كان غد عطلة ولا مش عطلة؟ هو أنا فارقة معي يابا؟ ما هيش فارقة معي، ماني كل يوم معطل، وايام وبتمر من اعمارنا، غمض فتح بتلاقي العمر طار. بس تعرفوا يا جماعة انا بحب الندف وزمان زمان ما شفته. بس عن جد الدنيا صامتة.
تتمتعوا بالثلوج وبمناظر الثلوج. سترتدي القرية الثوب الأبيض. تقول دشداشي إكس لارج. عادي. عادي تنضف والشمس طالعة. عادي. أنا داري. يمكن ندفت وحنا نايمين. مراق طريق مهين. دفوا حالكم وديروا بالكم تتزحلقوا. واعملوا رجل ثلج. وحطوا محل خشوم وجزرة. وزبطوا أموركم مع هالندف. قلت لي رجل ثلج ها؟ وقال ايش؟ تندف. ندف. وشو جاب لجاب؟ ابو شتوه شلمته مثل حد السيف، وابو تصرهد مش عارف راسه من رجليه. قال ندف قال. قالوا مصيبة انه اهل القرية اشتروا كل خبز المخبز. والعطلة خساير الا. تجيك ما ادريك يا ابو تصرهد. بدي ارفع عليك قضية. بجوز الندف بعد غد. ها؟ بعد غد عطلة ثانية. الا. عذرا على الخطأ. يبدو أن الندف سيتأخر قليلا، يمكن بكرة، وإذا مش بكرة البعده أكيد على قولة فيروز احتمال شهر. على العموم أنتوا أخذوا احتياطاتكم إنه في ندف قريب. كان معكم أبو تصرهر خبير الشؤون الجوية.